في سياق عالمي يتسم بتزايد التهديدات والمخاطر المترتبة عن التقلبات المناخية، يأتي الاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية هذه السنة تحت شعار دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر. وفي كلمة بالمناسبة، أكد القائد الجهوي للوقاية المدنية لجهة العيون الساقية الحمراء بالنيابة على ضرورة انخراط جميع الفاعلين في المجتمع بدءا من الأسرة مرورا بالمدرسة وصولا إلى الإعلام وجمعيات المجتمع المدني لبناء ثقافة الوقاية من الأخطار والكوارث الطبيعية. هذا الحدث عرف استعراض الآليات والمعدات التي تتوفر عليها مصالح الوقاية المدنية، كما تم بالمناسبة تقديم عروض من طرف عناصر الوقاية المدنية انصبت حول كيفية القيام بعمليات الإنقاذ وإخماد النيران الناتجة عن المحروقات وإنقاذ الضحايا في حالات مختلفة وغيرها من الأنشطة التوعوية.